أو دهون الكبد في تتراكم على ما بين الخلايا وتعيق عملية العمليات الحيوية التي يقوم بها الكبد على مدار اليوم، تبتدي يكسل اللي انتم بتسموه حضراتكم كسل الكبد. هل يا ترى أعراض دهون الكبد أو التشمع الكبد أو الكبد الدهني منتشرة جدا جدا؟ يعني لما هقولها دلوقتي مش عايز أقول لحضراتكم 90% من اللي بيشاهدوني يقول لك أه دي عندي، ولكن يعني ناخدها بحذر شوية، يعني لأن دهون الكبد مستويات لو بسيطة الحمد لله نقدر إن إحنا نتناولها بسرعة جدا وأنت قاعد في البيت، مفيش مشكلة خالص، وأنا أقول لحضرتك إزاي. تبتدي تتفاقم تزيد شوية، لا لازم نشوفك، تبتدي تزيد شويتين ثلاثة يبقى لازم من المهم جدا إن إحنا نشوف حضرتك. فالأعراض بتاعتنا هنتناولها سريعا كده، ولكن زي ما بقول لحضرتك بالراحة على نفسك، ما تتخضش ما تخافش، لأن معظم الأعراض دي إحنا كلنا هنعاني منها. عسر الهضم، الشعور أو الإحساس بالامتلاء، أنا حاسس دايما ممتلئ ماليش نفس للأكل، طبعا فقدان الشهية، الغازات وتكون الغازات على مدار اليوم، بتبتدي تشتكي جامد جدا من موضوع الغازات ده، تبادل الإمساك مع الإسهال، ودي برضو من علامات القولون العصبي ولكن بيكون برضو سببها الكبد، التبادل الإمساك مع الإسهال، الخمول، ودي نقطة مهمة جدا، مش قادر أعمل مجهود اللي أنا كنت بعمله، مش قادر إن أنا أروح شغلي وأدي عملي اللي أنا كنت بعمله رغم إن أنا مفيش حاجة جدت عليا، لا ابتديت إن أنا أحس بإجهاد وأحس إن أنا بخمول جامد، عدم الراحة في النوم، والنوم في غير أوقاتي أو في غير مناسباتي، ممكن أبقى قاعد كده ويغلبني النوم نعاس، دي من العلامات المهمة جدا، فقد التركيز والنسيان برضو من علامات دهون الكبد، وطبعا زي ما قلنا الانتفاخات دي من العلامات المهمة جدا، وعسر الهضم أو الإحساس بالامتلاء والقيء والتجشؤ باستمرار، آلام في الجانب الأيمن، كل تحت الضلع الأيمن، كل هذه علامات من دهون الكبد بتعيق العملية الهضمية وبتنغص علينا حياتنا، وكتير جدا جدا من اللي بيشاهدني الآن بيعاني من هذه النقاط. معنى كده إن ابتدى في دهون تتكون على الكبد. طيب يا دكتور ده أنا نحيف جدا، هتتكون دهون على الكبد إزاي؟ ليس لها علاقة وزن الجسم، مش معنى إن أنت تخين قوي يبقى في دهون على الكبد. 80% إن في دهون على الكبد، مش معنى إن أنت نحيف يبقى مفيش دهون في الكبد خالص، لا، ممكن 10% أو 20% من اللي بيعانوا من النحافة أو الوزن المعتدل يكون في دهون على الكبد، من الممكن جدا. طبعا دهون الكبد بتكون نتيجة للعادات الغذائية السيئة بتاعتنا، بتكون نتيجة لكثير من الأدوية اللي احنا بنتناولها، وخاصة أدوية الضغط والأدوية الأمراض المزمنة وأدوية دهون الدم، ودي كتير جدا منكم بيستغرب من اللي أنا بقوله، أني يقول إزاي أنا أخد دهون دم ودهون الكبد تزيد، لا ده اللي بيحصل، لأن كما اتفقنا ليس هناك شيء تتناوله أو تشمه أو يدخل الجسم بأي طريقة من الطرق إلا ولابد أن هو يمر على الكبد، وحاجة من اتنين، يا إما مفيش أثر جانبي إما إن هو يسيب بصمة على الكبد. للأسف كتير جدا من أدوية دهون الدم، الكوليسترول والدهون الثلاثية بتسيب أثر على الكبد بتكون الدهون ما بين خلاياه، وبالتالي بتبقى مشكلة كبيرة جدا، ولما ابتدي أعالج دهون الكبد بعالج معاها دهون الدم أو دهون الثلاثية أو الكوليسترول، ده من منظور أو من منطلق الطب البديل.